صباح الخير ريم. بونجور نسرين، كيفك؟ تمام الحمد لله. اليوم ريم رح نحكي عن الكيتو دايت. صح. الكيتو يلي كتار بيعتمدوه بشكل عشوائي. خبريني اول شيء هيك، شو رايك بدايت الكيتو؟ اوكي، اول شيء نحن من اليوم للشهر لقدام حنحكي عن اكثر ثلاثة او أربعة دايت الناس بتعتمدها. مزبوط. شو او الاشهر، يعني الاشهر 100%. نعم. شو المحاسن فيها وشو السيئات اللي فيها؟ اذا بدنا نبلش من اكثر دايت هلا ترندي بهالسنتين سمعنا فيه، هو الكيتوجينيك دايت. شو يعني كيتو؟ اليوم حنحكي شو هو الكيتو وشو بيعمل الكيتو، بس خلينا اول شيء نبلش بفيديو. هيدا الفيديو حيعطينا مثل فكره وانا حارجع احكي عنه للفيديو. نعم. يلا رح نحضر سوا. تعمل كيتوجينيك دايت بليز وقفه، لانه الوزن اللي حتخسره هيدا وزن مؤقت وانت عم تضر جسمك مش عم بتفيده. الكيتوجينيك هو قلل نسبة النشويات ل 10% وطلع نسبة الدهون الجيدة ل 90%. النظام اللي فيه حرمان حيدوم اسبوع اسبوعين وبالاخير حنزهق ونوقفه. انا مضطر وقف رز وخبز وبطاطا وفواكه عشان نزل من وزني؟ اكيد لا. النظام اللي فيه من كل شيء، نظام متوازن وفيه تنوع وكواليتي منيحة من الاكل، هو أنسب نظام لننزل موازنة بطريقة صح. جسمنا منو قادر أنه يفلتر هالكمية الكبيرة من الدهون اللي نحن عم نعطيها، بالتالي حيصير في عنا أذى بالكلاوي. إذا أنت عم تعمل كيتو شايف وزنك عم يفرق على الميزان، هيدا الوزن منو حقيقي. هيدا الوزن هو عبارة عن خسارة مي من الجسم وخسارة كتلة العضلية اللي نحن عنا إياها، ومنو وزن حقيقي. بدي نحكي بالتفصيل عن اللي قلتيه بهذا الفيديو، لانه خطر كثير اللي انقال بالفيديو عن الكيتو يلي كتار بيعتمدوه بلا هيك، يعني انه بشوفوه انه على الفيسبوك او على جوجل انه يي هيدا الشيء كثير بننزل عليه بسرعه. صح. خبريني اول شيء شو هي الكيتو، شو عم ناكل، شو عم نوقف؟ شو هو الكيتو؟ الكيتو علميا هو عباره عن انك بتاخذي 50 ل 60% من مصدر اكلك بيكون عباره عن دهون، بس دهون الجيده هلا حنحكي عنها. 30 تقريبا ل 35% بروتين، والباقي 15 ل 20% بيكون من نشويات. هيدا تعريفه. نعم. اما اذا نحن بدنا نشوف كيف الناس عم تطبقوا على الارض، بيطلعوا بالدهون تقريبا ل 80%، بمرقوا 10% بروتينات، وحتى ال 10% كربوهيدرات النشويات ما بيمرقوها. سو هو اذا بدنا نحكي كيف الناس عم تعتمده، بتعتمده هو عباره عن عم تاخذ من الدهون الجيده للجسم. اوكي، اذا بدنا نحكي لين عمل الكيتو، الكيتو انعمل ليعالج الناس اللي معها صرع، الناس اللي معها ابيلبسي. عملوا له هيدا الدايت ليعالجوا فيه الاطفال اللي معها ابيلبسي صرع. هيك بلش الدايت، ما بلش الدايت كحميه غذائيه للواحد. بس ليه بينزل؟ ليه بينزل الوزن؟ ليه بينزل من الوزن؟ رح اقول لك ليه بينزل من الوزن، لانه انت عم تعتمدي، نحن جسمنا بطبيعته بياخذ مصدره من النشويات. فانا لما باخذ مصدر اكلي من النشويات، النسبه الكبيره اللي عم بحرقها هي جلوكوز بالجسم. هذا الدايت بيعتمد انه بدل ما انا جسمي يحرق جلوكوز بالجسم، انا بعتمد على اني احرق فاتس، بالتالي بيكون بدل ما يكون عندي جلوكوز بيكون انا بعمل اوكسيديشن. سو بدل ما غير جسمي انه يحرق على السكر، بصير يحرق على الفاتس. هيدا الشيء انت عم تغيري بطبيعه جسمك، وتشز اكيد مضر. هلا نحن حنحكي شو مساوئه. اوكي، هلا نحن اذا بدنا نفكر بالمنطق، هل من المنطق انه انا اوقف مثل ما قلت رز خبز حتى فواكه؟ طب اذا بدنا نحكي عن الفواكه قبل ما نحكي عن حي الله شيء، على الاخر على الاخر ممنوع. بعد فترة بحق لهم يمرقوا الفواكه اللي كتير قليلة بالسعرات الحرارية والفريكتوز، مثل البرز، الفراز، التوت البري، ممكن هالقصص يمرقوا. طب أنا اللي عشت طول حياتي والناس كلها بتاكل فواكه، طب معقول أنا هلأ إجي عشان حمية غذائية وقفه؟ أكيد هذا الشيء منه منطقي. سو نحكي باختصار، الكيتو هو عبارة عن ترند، طلعت أنه فلان بتعمل كيتو، بس الكيتو بينزل. أي بس بينزل. أوكي، ليكي كيف بتجي الشغلة، تجي لعندي نسرين بتكون عامله كيتو، بتقول لي ريم انا ما كنت اضعف بحياتي، نزلت على الكيتو 10 كيلو. بقول انا بقول يا عمي طب الكيتو كيف هالقد عم يضعفها؟ اول شيء الكيتو مع انك عم تاخذي فاتس هو قليل جدا بالسعرات الحراريه. ثاني شيء عم تقلبي جسمك من جسم معود طول حياتي انه هو يحرق جلوكوز يحرق سكر، عم تعلميه يحرق فاتس. سو انت بالتقلب اللي عم تعمليه انت عم تحرقي، عرفتي كيف؟ بس هو اكيد اكيد مضر، وحنحكي عن اضراره، عرفتي كيف؟ فاذا بدنا نحكي عن اضراره، اول شيء هو ممكن انت بتكوني عم تخسري من المي اللي بجسمك،
هذا نمبر 1. نمبر 2 بتخسر ليه؟ ما بيشربوا بالكيتو؟ بلا بيشربوا بالكيتو بس ما انت عم ينزل وزنك اوكي، واكيد ما عم ينزل وزنك فيه لانه انت عم تاكلي صح، عم ينزل وزنك فيه لانه انت عم تاكلي جدا قليل سعرات حراريه، بالتالي بلش تخسري مي من جسمك. لما بخسر مي من جسمي بخسر معادن وفيتامينات معهم، اوكي بصير سيء الى اسوء، وكمان بتخسري من الكتله العضليه. صح الشخص بينزل فات، بس اذا بتطلعي على المكنه مثلا 10 كيلو فات بيكون مثلا 5 لتر مي، 3 كيلو عضل وكليان فات، ما بيكون ضعف حقيقي يعني. ما بيكون ضعف حقيقي. هلا خبرك شيء، ما كل اخصائيين التغذيه بيفسروا شو بتشوفي على المكنه للكلاينت. انا فيني ما فهمه للكلاينت هذا الشيء، عرفتي كيف؟ فهي بتقول له نازل 10 كيلو، خلص هو بيندوخ من هالرقم، عرفتي كيف؟ سو هيدا هو الغلط اللي احنا بنعمله. من مساوئ الكبيره للكيتو انه ممكن يؤدي للسكري. ليش؟ لانه انا مستوى الانسولين دائما عندي بجسمي واطي لانه ما عم ذوق السكر، يعني تخيلي حتى سكر الفواكه الفركتوز ممنوع، طب انا من وين باخذ طاقتي؟ سو مستوى الانسولين من وين بياخذوا طاقتهم طيب؟ من الدهون، عرفتي كيف؟ اصلا بضل هلا حنحكي بضل في فاتيك، بضل في تعب، في دوخه، هول كلهم كمان حنحكي عنهم. سو نحن كنا عم نقول عن انه بيعمل سكري، مستوى السكر دائما بضل واطي بالدم، بالتالي بيؤدي لسكري. ما حدا جاي لعندي على العياده ومارق بالكيتو الا ما قال لي لما رحت لاعمل فحص طلع عندي مستوى الانسولين جدا واطي، بس ياخذوا اول ادويه السكري بس ليكسروا الفتره، عرفتي كيف؟ هلا خبرك شيء، ما حدا بيعمل الكيتو اكثر من شهر شهرين. ديل في ناس انا بعرف حدا مثلا كل سنه بتعمل الكيتو الشهرين ثلاثه بتنزل حالها 100%، بس هي بتوقف ترجع بتطلع، بترجع بتنزل ترجع بتطلع. هلا حنحكي نحن اذا بدي وقف الكيتو شو بعمل. اذا بدنا نحكي باختصار عن الكيتو قبل ما احكي كيف بنوقفه، الكيتو ما له ولا فايده بالحياه ابدا 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 ابدا. الكيتو دايت ما انعمل ليضعفنا، الكيتو دايت انعمل ليعالج مشكله طبيه. سو نحن عم ناخده على محمل ثاني، وبالتالي صار ترند، يعني صارت الشرك انا بجي بقول لها لنسرين بدي اعمل لك نظام كيتو، ابعث لك بوكسز، عرفتي كيف؟ تنزل عليه نسرين وانا بالتالي بكون عم تاجر بالموضوع، عرفتي كيف؟ وفي اخصائيين تغذيه ما بيشتغلوا الا بالكيتو، بتقول لي كيتو سبيشالست، اكيد هذا الحكي منه صح، عرفتي كيف؟ فانا شخصيا كريم المولى ما بامن فيه وما بنصح حدا فيه، لانه ولا حدا اجى لعندي عامل نظام الكيتو ولقيته استفاد الا ما بيرد الوزن اللي هو فيه. وكمان بعدنا ننبه على شغله انه نحن عم ناخذ كميه كبيره من الدهون، يعني كميه الدهون لو لو الدهون المنيحه كميه كبيره منيح، بس الكميه الكبيره كميه كثير كبيره، لانه اذا نحن بدنا نفكر فيها نحن الكلاوي عندنا بفلترو الفات. سو كلوتك اكيد اكيد ما انا قد تفلتر هالكميه الكبيره، خصوصا انه مفاجئ، يعني في بكره بدي اعمل كيتو عم تعملي شوك للجسم، عم تعملي شوك للجسم، بالتالي بصير يوجعون خواصرهم، بصير في دوخه. ما حدا بيعمل كيتو ما بيكون عنده دوخه، ما بيكون عنده تعب. لخبرك شيء، بعد اسبوعين ثلاثه بتوطى كثير مناعتك. اول شيء بيقول لي لما كنت عم بعمل كيتو جربت دغري بتوطى المناعه، بكون شخص كثير سسبكتبل انه يجرب بسرعه، عرفتي كيف؟ فنحن لازم ننتبه لما نحن وعم نعمله للكيتو. وانا ما بنصح حدا اصلا يجربه لانه الوزن اللي بتنزليه بتطلعيه، وكمان الكيتو بيعطي باد براث، يعني بصير ريحه تمك بشعه. ليه؟ لانه انت معدتك كلها فات، واللي عم يعني ريحه نفس بشعه بتصير، ريحه نفس بشعه. ليه؟ معلي بتقولي، بترجع بتقولي لي ليه؟ اوكي، نحن لما عم ناكل عم ناكل بس دهون، اوكي؟ نحن لما بنتدشى بيكون هذا الشيء طالع من المعده، سمعتك ما حيكون فيها الا فات، فبيعمل ريحه تم بشعه. بشعه. هي ريحه التم بتكون طالعه من المعده. مزبوط. عرفتي كيف؟ هلا البارت المهم، الشخص اللي عم يعمل كيتو اليوم او الشخص اللي بده يعمل كيتو عم بفكر كيف انه خلص انا بدي وقفه اليوم، اكيد ما فيني اقول بكره بدي وقف كيتو في الصبح ارجع اكل خبز طبيعي. ما بيسوى ابدا ابدا ابدا. ممكن الشخص يتعب، يغط على قلبه، يحس بارهاق، ممكن الشخص ما يتقبل ويصير بده مثلا يروح على المستشفى يعلق مصل او شيء من هالشيء، او بكل بساطه بصير ياكل كميه ضرب 4-5. سو نحن شو بدنا نعمل؟ بنزيد كل يوم حوالي 10 ل 15 جرام من النشويات. هلا هو ما حيعرف شو معناتها 10 ل 15 جرام، اذا بدنا نبلش لنقول خبز ببلش بنص رغيف. اذا بدنا نبلش لنقول بتوست باكل توست وحده، اذا بدي اتغدى رز او شيء فيه نشويات باكل ربع الكميه اللي كنت اكلها، بلش علي حسب التولرنس تاع جسمي. ما فيني ابدا ابدا اكسر الكيتو بوجبه. ابدا ابدا ابدا. شو هذا الشيء لحالك شو بيصير؟ بيصير في تعب، انا جسمي له فتره كثير كبيره معود ما يهضم السكر، بيشتغل كل نحن نظام الحرق بيشتغل على السكر، انا بعود يصير نظام الحرق تعولي يشتغل على الفات،
ارجع دغري اكسره على السكر، جسمك ما بيتقبل هيدا الشيء. عرفتي كيف؟ من اول عوارض يصير معك اول عوارض السكري وكمان تعب، سو انا ما بنصح حدا يفوت فيه. طب نحن شو بدنا نعمل؟ انا اليوم نسرين بدي انزل من وزني وما بدي فوت بكل هالتخبيصات، شو بعمل؟ بمشي على نظام صحي متوازن. هيدا الحل، التوازن هو اساس الحياه. عن جد باكل من كل شيء، لما انا بتروق باكل خبز، لما بتغدى باكل خبز، لما بتعشى باكل خبز، مرق نشويات بكميه معقوله، ما بحرم حالي الشوكولا، ما بقول انه انا ما حاكله لهيدا الكيك، اخر شيء بوصل على اخر الجمعه بدي اكل ثلاث قطع كيك، اذا انا قايله لا ما بدي اكله. سو لا، اتعلم من الاول mindful eating، اسمع على حالي لما بدي اكل، خلص استحليت هالشغله بدوقه، ما ضروري اكل كميه كبيره، ولا ضروري اقول لا انا عامل دايت ممنوع، لانه من اشهر الكلمات اللي بيجوا لعندي ريم انا حالف على السكر، حالف ما اكل خبز، اكيد هذا الشيء غلط، ما بيمشي الحال هيك. اي لانه بدك ترجع تزعبري وتفلتي بلكي بمحل ما وكل شيء عملتيه يروح. طب الكيتو ما له منافع ابدا ريم؟ ابدا، ما فينا نسمي ولا ما ليك، هو للناس اللي عندهم صرع كثير بيساعد، بس انتبه للناس اللي عنده ميجران بيضرب، يعني ثلاث ارباع الشعب اللبناني معه ميجران. للشخص اللي معه ميجران بيضربه، لانه انت الميجران بيريح لك راسك او خلايا دماغك، هو السكر عم بيكسر السكر. ليك هي اذا بدنا نحكيها باختصار هي ترند، لنقول مثلا فنانه او اعلاميه او بلوجر بتطلع بتحكي انا نزلت هالقد على الكيتو، بكون فقط دعايه، هل هي 100% عم تعمل كيتو؟ لا. ليك في اشخاص انا بعرفها على اليوتيوب او على الانستغرام انه خمس سنين عن جد ماشيين على كيتو. عرفتي كيف؟ بس هيدي بعدها ما كسرته، بس بدها توصل وان داي بدها تكسره. بس فعلا ريم في ناس مثلا جروبات، انا عندي كمان جروب على الفيسبوك عايشين على الكيتو، صار لهم عمر وبحطوا وصفات للاكل وكل، يعني اصلا بروسس كبير، يعني وجعه راس كبيره اذا بدك 100%. ليكي حتى هلا بطل افوردبل بلبنان تمشي على هيك شيء، جيبي كيتو بلاد مكلف جدا جدا، ما فيك اصلا هلا يعني على الوضع لبنان اذا بدك تعمليه بدها تكلفك منيح. عرفتي كيف؟ فانا بالنسبه لي انه اذا شخص هلا عم يعمل دايت او اذا شخص ناوي يعمل دايت ما يفوت بالكيتو، لانه الفوته فيه والطلعه فيه منا سهله، واهم شيء بدي اقول لك انه 80 دراسات بتقول انه 80 ل 90% من الناس اللي بتعمل كيتو بترد وزنها بعد 6 اشهر. سو ما محرزه تاعي، يعني انا مثلا ما محرزه تاعي بحالي نزل 15 كيلو ارجع ردهم، وانا في كذا شخص من قرايبين من العائله عملوه رجعوا ردوهم مثل ما هن. ما في امل ما ترديهم. بدك ترجعي تاكلي، ما بدك ترجعي تاكلي خبز فواكه، وممكن الجسم لما ترجعي تاكلي طبيعي يعمل رده فعل يمتص القصص اكثر وتمتصها اكثر. ليك يمتص القصص اكثر وبتطلبي اكثر، يعني الشخص اللي له زمان ما انه اكل بطاطا، الشخص اللي له زمان ما انه اكل خبز، الشخص اللي له زمان ما انه ضايق الفواكه، ما انه ضايق الحلو، بدها تطلب نفسه اكثر بكثير من قبل. وما حدا ما بيكسره الا ما بيفلت الفلت العجيب اسبوعين ثلاثه. ريم بالاسابيع اللي طلعناها يعني عم بستنتج منك انه الحرمان ما بيفيد، الحرمان نتائجه بتوجع اكثر كنصاحه، لانه بتصير ترجع تتفجع، يعني بتصير تطلبي اكثر وبتصير تاكلي بلكي تدوب لل ليكي. انا الاساس دائما بحكيه انه انا عن جد نظام ما في حرمان. هلا في كثير اخصائيين تغذيه بيكتبوا انه ما في حرمان وكذا وهيك، روحي شوفيها بتعطيه نص خبزه مثلا او انه واقع بياكل وبضل جوعان، بياكل وبضل جوعان وبتقول لك ما في حرمان، طب ما بعده جوعان. عرفتي كيف؟ لا انا عن جد بحكي ما في حرمان، وانا شخص ضعف موزنه 10 كيلو وبعدني عم نزل، سو بعرف انه عن جد بنظام اكل متوازن. يعني لكن احنا هلا شوي 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 نحن هلا طالعين من ويك اند، مين ما خبص بالويك اند، مين ما اكل شيء جاي على باله بالويك اند، اوكي بضل مأنبني ضميري جمعه اني اكلت، خلص شيء بيقطع. سو التوازن بالاكل، واهم شيء بقول لهم اشربوا مي، لما انا بشرب مي بتتملى بارت من معدتي وبالتالي بضل بصحه احسن بكثير. اكيد اكيد. ريم كثير حلو كيف يعني عالجت موضوع الكيتو اليوم، بتمنى الناس تكون استفادت ويكونوا واعيين لهالموضوع يلي هن عم بينزلوا وزنهم، عم بيعرضوا صحتهم للخطر. الاسبوع الجاي عن اي دايت رح نحكي او بنعلنها؟ نعلنا ديورينج هيدا الأسبوع. بتشكرك، شوفك أكيد أنا الأسبوع المقبل، رح نتابع بعد هيدا الفاصل.